بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. النهاردة هنتكلم على حالة الأنيميا. حالة الأنيميا دي في اللي بياخدوها طلبة سمستر 2 في التي بي ال، وقلنا خلاص التي بي ال ده المفروض عرفتوه، التيم بيزد ليرنينج، لأن انت بتقسم في تيم مجموعة من 15 طالب، والطالب دول بيبقى لهم ليدر، بيقعدوا مع عضو هيئة تدريس. عضو هيئة التدريس طبعا هما بيتعلموا منه وبيتعلموا معاه. والتيم بيزد ليرنينج او التاسك بيزد ليرنينج دي طريقة جديدة للتعليم في جامعة المنصورة كلية الطب. انت بتقعد مع الدكتور حوالي 6 أسابيع، بتتعلم منه وبتسأله في الحاجات اللي الصعبة عليك او الحاجات اللي انت ما قدرتش تفهمها، دي اول حاجة. وبتشوف هو بيفكر ازاي في الحالة وازاي بيربط المعلومات في بعضها، بحيث ان انت برضو تربط المعلومات النظري في الاناتومي والهيستولوجي والفارماكولوجي والباثولوجي والمايكروبيولوجي، تشوف ايه اهمية المواد اللي انت درستها وتطبقها على المريض، عشان تبقى عارف ان المحاضرات دي مهمة، عشان بعد كده هتساعدك في ان انت تعرف تشخص الحالة وتكتب لها ايه علاج، وتبقى ان شاء الله اشهر دكتور في العالم. طبعا التيم بيزد ليرنينج، انت ال 15 طالب دول المفروض بتقعدوا مع بعض وتقروا الحالة، والحالة بيبقى عليها مجموعة من الاسئلة بتجاوب عليها من المحاضرات اللي انت درستها طول الفترة اللي فاتت، وبتيجوا بقى تقعدوا مع الدكتور، والاعداد ديت هتستمر لمدة 6 أسابيع. كل اسبوع او كل اسبوعين هتناقش حالة جديدة بفكرة جديدة، وتعرف ازاي ان المواد النظري اللي انت اخدتها ديت دي الاساس بتاعك اللي هيفهمك بعد كده ازاي تشخص المريض اللي قدامك وتتعامل مع الشكوى اللي بيشتكي منها، وازاي ان انت ايه انواع التحاليل اللي انت هتطلبها منه، وبعد ما يعمل التحاليل ديت هتبتدي انت تشخصه وتبتدي انت تكتب له ايه العلاج. يبقى هي السيكونس بيمشي كده، ان انت بتشوف العيان وبعد كده بتسمع الشكوى بتاعته وتاخد منه التاريخ المرضي اللي بنسميها الهيستوري، بعد كده انت بتفحصه، بعد كده انت بتطلب منه تحاليل او اشعاعات، بعد كده انت خلاص بتوصل لايه هو المرض اللي عنده اللي بنسميه الدياجنوزس، بعد كده انت بتبتدي تكتب له العلاج وتبتدي ايه تتابعه، وان شاء الله ربنا يجعل الشفاء على ايديكم جميعا. طيب هنشوف بقى التي بي ال دي المرة دي للمجموعة اللي بتدرس الآن في موديول الإميون بلاد ليمفاتيك. الكيس اللي عليهم أنيميا، لأن هم درسوا الاستراكشر بتاعة البلاد في الهيستولوجي ودرسوه في الفيسيولوجي، والمفروض عرفوا الأمراض الباثولوجية اللي هي بتبقى في أمراض الدم. طيب نيجي نربط بقى المعلومات ديت. احنا دلوقتي جاي لنا في العيادة بتاعتك، ربنا يوعدكم جميعا بعيادات. عندنا عيانة عمرها كام؟ 35 سنة. السن ده مهم، واحنا قلنا لازم تبقى ايه واعي ان في امراض بتسيب الاطفال اللي لسه مولودين اللي بنسميهم الانفنت، وفي امراض بتسيب الاطفال، وفي امراض بتبقى في الميدل ايجد اللي هم يعني من 30 لما ل 45 سنة كده، وفي بقى في الاولد ايج. فدايما الايج مهم وانت بتاخد الهيستوري بتاعه العيان. طبعا هنا في ميل برضو دي مهم ان انت تعرف السكس، لان في امراض بتبقى مشهوره في الفيميل زي الاوتو اميون ديزيز، وطبعا كل امراض الجهاز التناسلي، وفي امراض مشهوره في الميل اللي هم زي البروستات، مشاكل البروستاتا مع كبر السن، ومشاكل ايه تانية مع تقدم العمر. فانت لازم في الحالة تاخد بالك من سنها وتاخد بالك من السكس. دي في ميل، هو قالك هنا مارد، دي مهمة برضو، وعندها 3 أطفال. طيب دي مهمة برضو في الهيستوري، هنشوف ايه اللي هيحصل. طيب هي بتشتكي من ايه بقى؟ الكومبلين، يعني هي بتشتكي من ايه؟ كومبلين يعني هي جايه الشكوى بتاعتها ايه؟ بتشتكي من فتيج، فتيج يعني هبطانة خالص ومش قادرة تقوم من مكانها. بالبيتيشن يعني هي حاسة بالبلدي كده يقولك ايه قلبها بيرفرف، حاسة بضربات القلب،
هو نعمة كبيرة من ربنا ان احنا بنبقى قاعدين. الانسان الطبيعي ما بيبقاش حاسس بالنفس رغم ان النفس ده كام 16 مرة في الدقيقة، وما بنبقاش حاسين بضربات القلب اللي هي النورمال بتاعها كام من 60 ل 90 دقة في الدقيقة، ما بنبقاش حاسين بالكلام ده كله سبحان الله. لكن لما بيحصل فيه مرض بتبتدي انت بقى ايه تعاني فتيك بقى. احنا قلنا ان هي هبطانة مش قادرة تتكلم، بالبيتيشن حاسة ان قلبها بيرفرف. قلبها بيرفرف معناه ان هي حاسة بنبضات قلبها قوية جدا لدرجة ان هي حاسة بكل دقة. شوف انت لو قاعد تحس بقى بالستين دقة في الدقيقة طبعا ايه مزعجة جدا، وشوف بقى الساعة فيها كام دقيقة واليوم فيه كام دقيقة، فطبعا شيء مزعج بالنسبة لها وبالنسبة لأي حد. يبقى البلبيتيشن دي رفرفة في القلب خلاص، ودايما الفتيج والبلبيتيشن دول بيزيدوا مع الاكزيرشن. لما تقوم تطبخ، تقوم تعمل الاكل، تقوم تنظف الشقة، تروح الشغل، اكزيرشن لما يعني المجهود، ما تعمل اي مجهود فور تو مانس. طبعا مدة المرض دي مهمة برضو، يبقى هي بتعاني بقالها شهرين يبقى ده كرونيك، لكن لو هي بتعاني في خلال يوم يبقى ده اكيوت، يبقى هي عندها كرونيك فتيج وكرونيك بالبيتيشن اون اكزيرشن لما بتعمل مجهود. طيب ايه اللي جد بقى عليها؟ قالك ريسنتلي حديثا، يعني كل الكلام ده بقاله ايه شهرين وهي بتحاول تيجي على نفسها عشان عندها اطفال، وممكن تقولك الاجهاد ده من الاطفال والتلات اطفال. طيب ايه بقى اللي خلاها تروح للدكتور بقى حديثا؟ فقالك هنا ايه ريسنتلي حديثا، تاخد بالك بقى يعني دي معاناتها قبل الشهرين، وقالت بقى ممكن يكون الفاتيك ده من العيال والبتاع، لكن ايه ريسنتلي ايه اللي حصل؟ شي از بريزنتد ويز هيدك، بدا يجي لها صداع، هيدك يعني صداع، الم في الدماغ يعني، صداع فظيع وكلنا عارفين معنى الصداع. واكسهوشن يعني خلاص ما عادتش قادره بقى خالص، خلاص يعني ارهاق جامد وانهاك جامد كده. وان ابيليتي ومش قادره، ان ابيليتي تو بيرفورم هير ديلي ديوتيز، ما قدتش عارفه تعمل الحاجات الايه البسيطه اللي بتعملها في اليوم، انها تقوم وتحضر الاكل مثلا او تروح الشغل، خلاص هي هبطت بقى ما قدتش قادره تقوم من مكانها. اند اتست فور ايتينج ايس، عملت تيست كده ان هي تاكل ايه جيلاتي او حاجه متلجه. في اعتقاد عند الناس ان هما لما ياكلوا جيلاتي الدم هيزيد للمخ، ده اعتقاد عند الناس، لكن الابحاث الحديثة لقت ان مفيش علاقة بين ان انا اكل ايه حاجات متلجة زي الايس كريم وكده وان انا المخ بتاعي يتنشط، قالوا يعني ملهاش علاقة قوي. لكن ايه عامة الشعب كده بيبقى ساعات عندهم ايه معتقدات كده زي ايه تيست فور ايتينج ايس، ان هي لما تاكل حاجات متلجة هتصحصح كده ايه وتفوق. طيب On asking the patient she has an IUD اللي هي ايه اسمها الانترا يوتراين ديفايس، اللي هو بالعربي اللي هو الايه اللولب، يعني لما راحت للدكتور وبدا يسالها قالت له ده انا مركبه ايه لولب. لولب دوت اللي هو ايه بيبقى على شكل حرف تي كده اهو، وبيتحط ايه في اليوترس زي ما احنا شايفين كده. لكن هنشوف بقى ايه اي حاجة بيبقى لها مزايا ولها ايه عيوب. فالانترا يوتراين ديفايس اللي هو اللولب ده، طبعا هي عندها تلات اطفال فعاوزة ترتاح شوية بعد التلاتة دول لان خدمتهم صعبة جدا عليها، فتعمل ايه سبيسنج كده وتنظم الايه عملية انها تجيب اطفال، فبتركب ايه لولب ده بيتحط في الرحم زي ما احنا شايفين كده على حرف تي، وده بيمنع الايه كوسيلة من وسائل ايه منع الحمل. طيب ايه بقى المشكلة بقى باللولب ده؟ هنشوف دلوقتي. Her period last for 8 to 10 days. البريود اللي هي المنسز يعني او الدورة الشهرية ايه زي ما احنا ايه عارفينها بالعربي. البريود اللي هي الدورة ايه الشهرية او بيسموها المنسز او المنسترول سايكل الاسم الايه العلمي، اللي هي الدورة الشهرية. الدورة الشهرية ديت المفروض يعني ايه بتخلص النورمال بتاعها لحد ايه من 5 ل 6 ايام، فهنا طبعا من 8 ل 10 ده يعتبر ايه مطولة جدا. نتيجة في بعض الناس لما بتركب اللولب بيحصل لهم ايه ان الدورة بتزيد عدد ايامها،
فتقعد تعمل بليدنج من 8 ل 10، ده كتير جدا، ده كتير عليها خلاص، ممكن ايه يسبب ايه طبعا فقد كميات كبيره من الدم ويعمل لها ايه انيميا وهبوط. واحنا عندنا الحاله بتاعتنا اسمها انيميا اللي هي فقر الدم، انيميا بالعربي اللي هي فقر الدم، يعني ايه الدم بقى قليل، فقير يعني عنده حاجات بسيطه جدا من الدم. فهنا ايه سببها بقى؟ ان اللولب زود مده الايه الدوره الشهريه، خلاها بتخلص بعد 8 ل 10 ايام، ف 10 ايام كتير جدا في الشهر، يعني هيسبب لها ايه مشاكل طبعا، ونزيف يعتبر كانه ايه نزيف ايه لمده 10 ايام، فكتير جدا محدش يستحمله خلاص. واهو قال لك في هيفي بليدنج مانثلي، يعني كل شهر بيجي لها 10 ايام يحصل فيهم بقى مش دوره، لا ده بليدنج جامد جدا من الاريتيشن بتاعه اللولب اللي محطوط جوه الرحم، ده جسم غريب اهو موجود ايه جوه الرحم، فبيعمل اريتيشن بقى وبيعمل ايه نزيف لمده 10 ايام، فطبعا بيقلل ايه كميه الدم اللي هتمشي في السيركوليشن، فده طبعا اللي عامل لها الانيميا او فقر الدم خلاص. شي دازنت سموك، دي مهمة جدا لان السموك بيعمل برضو كومبليكيشن، فهي ما بتدخنش، she doesn't smoke خلاص، or drink يعني هي ما بتدخنش ولا ايه بتشرب كحوليات لان بيبقى لها تأثير سيء على صحة الانسان. drink يعني بتشرب كحول. she has no other complaint، ما عندهاش اي ايه مشاكل تانية، هي مشكلتها ايه الهبوط وان هي بالبيتيشن حاسة بضربات القلب وعندها صداع، بدأ يبقى عندها صداع جامد جدا ومش قادرة تقوم من مكانها نتيجة فقر الدم خلاص. نو اذر او النزيف اللي بيجيلها ده، النزيف اللي بيجيلها ده هو ده السبب. نو اذر سبيشال دايت هابت، ما عندهاش يعني عادة معينة ايه في الاكل، تاكل اي حاجة خلاص، دي مشكلة طبعا لان الاكل لازم يبقى ايه متوازن وفي جميع الايه العناصر الغذائية. نو سيميلر كونديشن ان هير فاميلي، ما فيش حد في العيلة بيعاني من نفس الايه المشكلة دي. الجملة دي اهميتها ايه؟ ان في بعض امراض الدم بتبقى وراثية، زي مثلا الناس اللي عندهم ايه انيميا البحر المتوسط، ديت ايه مرض وراثي نتيجة ايه تغيرات او ميوتيشن في الجينز، ميوتيشن اللي هي طفرات جينية بتحصل، فأمراض بتتوارث بقى على الكروموزومات، فزي الايه انيميا البحر المتوسط ميديترينيان انيميا، وزي الثلاسيميا ديت او السيكل سيل انيميا. السيكل سيل بيبقى فيه شكل الدم عامل زي الهلال كده، فبتتكسر وتعمل انيميا، وده برضو كروموزومال ايه انوماليز، دي نتيجة ايه طفرة في الكروموزومز بيتغير ويعمل امراض ايه في الدم بتمشي في العائلات. فهو عايز يقولك ان دي حاجة ايه نتيجة اللوب، هي ركبت لوب عشان تنظم ايه الاولاد ومنع الحمل، منع الحمل يعني، فهي اللي حطت اللوب بارادتها، فهو ده اللي عمل لها الايه النزيف، لكن ما هوش مرض في الدم زي الايه السيكل سيل انيميا مثلا اللي هو ايه نتيجة طفرات في الكروموزوم. فايه كل كلمة في الحالة تفكر فيها علشان ليها معنى. and neither other current medical disease، لان في امراض مزمنة بتعمل ايه انيميا، ما عندهاش disease، في امراض كتير بتعمل ايه انيميا زي الكدني ايه disease، الليفر disease ديت، او autoimmune disease بيعملوا ايه انيميا. فهي عايز يقولك انها سليمة خالص، هي كل مشكلتها ان هي عندها ايه مركبة اللولب، ومن الاثار الجانبية بتاعت اللولب ان هو ممكن يعمل ايه يزود الدورة الشهرية لمدة 10 ايام، فبتعمل كأنها نزيف، فطبعا بتفقد دم وتصاب بايه بالانيميا او فقر الدم خلاص. نور ديلي ميديكيشن، ما بتاخدش ادوية، لان في ادوية بتعمل سبريشن للبون مارو، يعني بتهبط تكوين كرات الدم، يبقى هي ايه نفالك كل اسباب الانيميا الاخرى، هي بس اللي عاملها الانيميا اللوب عشان بيعمل ايه نزيف. طيب she doesn't see any obstetrician، لسه ما راحتش الايه لدكتور الايه النساء. and doesn't take any vitamins، ولا خدت فيتامينات منها لنفسها،
لسه ما خدتش حاجه. طيب لما راحت للدكتور بقى فيزيكال اكزامينيشن از بوزيتيف فور بيل كونجكتيفا، لما راحت للدكتور الدكتور بدا يفحصها لقى ان هي يعني اكتر بتبان في الشفايف، بنلاقي شفايفها بيضه خالص، لان الشفايف ديت بيبقى ليها تركيب معين هتدرسوه ان شاء الله في سمستر 3، هيقول لك ليه الشفايف دي لونها احمر، ان بيبقى فيها اوعيه دمويه كتير فبتبين لون الدم، فالشفايف تلاقيها بهتانه، والكونجكتيفا اللي هي الملتحمه العين بتلاقيها ايه بهتانه. فهي دلوقتي قال لك ان هي فيها بيل كونجكتيفا، يعني ملتحمه العين لونها ايه ابيض، وشفايفها برضو بتبقى ابيض، والجلد برضو بيبقى ابيض، والطروف الصوابع بتبقى بيضه، لان دي الاماكن اللي بيبقى فيها ايه اوعيه دمويه وبتعكس لون الدم. طيب يبقى الدكتور لما كشف عليها لقى ان شكلها ابيض، والايه الكونجكتيفا بتاعتها ايه بيل، يعني لونها باهت خالص ما فيش فيها دم، يعني الدم ده لونه احمر فبيخلي الايه الوش مورد كده ولونه بامبي كده، فلقاها بهتانه خالص والكونجكتيفا بتاعتها ايه بهتان. طيب لما برضو بدا يعمل ايه اكزامينيشن وجد ان عندها سيستوليك ميرمر. سيستوليك ميرمر يعني في صوت غريب بيتسمع على القلب في الليفت لور استيرنال بوردر، يعني دي ده مكان الاناتوميكال سايت بتاعه الهارت، يعني المفروض تكون عارف الاناتومي بتاع الهارت عشان تعرف تحط السماعه تسمع الهارت، تكون عارف الاناتومي بتاع الشق اللونج عشان لما تيجي تسمع تحط السماعه على اماكن اللونج وهكذا. فانت برضو لازم تذاكر الايه الاناتومي بتاعه الشيست والاناتومي بتاعه الهارت في الحاله دي. خلاص قالوا بقى ان البلاد، خدوا بالكم ليه الابنورمال ساوند ده ظهر، سيستوليك ميرمر ده صوت غريب على القلب بيجي مع الانيميا. ليه بيظهر؟ هو المفروض الدم انتوا عارفين ان هو بيتكون من بلازما وبلود سيلز، فالدم ده بيبقى ماشي في طبقات كده، البلازما بتبقى على البريفري ناحيه البلود فيسلز، والبلود فيسلز بيبقى لاين بسيمبل سكويموس ابيثيليال سيلز او اندوثيليوم، فبيبقى ناعم خالص فالدم بيمشي فيه بسهوله، والبلازما هي والدم ماشي بسرعه، البلازما بتبقى ناحيه الاندوثيليوم والبلود سيلز ماشيه في السنتر. لما بيحصل فيه انيميا بقى بيتلخبط الايه البلود ستريم ده، بيبقى فيه لخبطه، لان حصل ان كرات الدم الحمراء اتفقد منها جزء كبير في النزيف ده، فايه فبتتلخبط ترتيب الدم اللي ماشي في العروق، فلما بيتلخبط بقى ويبقى الدم خفيف زي ما تفتح الحنفيه كده وتيجي تملى كوبايه، ويكون ضغط الايه الموتور بتاعك شديد، بتلاقي الميه بتنزل بصوت وخروشه وتطرطش من الكوبايه. ليه؟ لان ايه الكثافة بتاعت المية خفيفة، فهنا برضو لما يبقى في أنيميا كثافة الدم اللي ماشي في العروق هتبقى خفيفة، فهيمشي يخربط كده في الايه ويعمل أصوات في ايه البلاد فيسلز وفي الهارت، فيعمل صوت الغريب اللي هو الميرمر ده. يبقى الميرمر ده ظهر نتيجة التيربلنس أو الديس أورجانيزيشن في الاستريم بتاع الايه البلاد نتيجة الايه الأنيميا، فتلاقي الدم وهو بقى بيمر في القلب والدم بيضخ من القلب للأوعية الدموية زي الأورطة والبلمونري أرتري، بيعمل صوت خروشة كده زي خروشة المية كده ودربكة كده في أثناء الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعة الهارت، فده إيه بيعمل صوت الخروشة ده بنسميه إيه ميرمر، لغط على القلب خلاص نتيجة الإيه الأنيميا، وان طبعا كثافة الدم اللي ماشي بقلت، فايه الدم ماشي بيجري بسرعة وترتيب الخلايا تلخبط، فعامل خروشة كده طول ما هو ماشي، الخروشة دي بنسمعها على القلب اثناء ضخ الدم في القلب، زي ما انت تيجي تفتح الحنفية كده تلاقي المية خروشت كده لان المية كثافتها قليلة، فده سيستوليك ايه ميرمر. طيب احنا بقى عشان ايه اكيد حالة زي دي لازم هناخد عينة دم من العينة فينوس بلاد، لما بنسيب الدم كده في التست تيوب هنلاقي بقى بعد فترة الدم ده اتجلط كده، ده النورمال عشان انت تبقى عارف مكونات البلاد في الهيستولوجي وفي الفسيولوجي اللي انت ايه خدتها. فلو سيبنا الدم كده لوحده خالص في الازازة
سيبناه 10 دقايق كده، ربع ساعة، هتبص تلاقي الدم هيحصل له تجلط كده، هتلاقي 55% هنا اهو، دول ايه؟ بلاد بلازما، اللي هما فيهم الووتر والايونز والبروتينز والنيوتريشن، واللي فيه برضو ايه؟ الجازز، ووست ايه؟ برودكت، عوادم الايه؟ الحرق في جسم الانسان. يبقى الدم بيتكون من 55% بلازما، سائل يعني، بيحتوي على الايه؟ الكلام اللي احنا قلناه ده. طيب في بقى، بصوا، 45% البلاد ايه؟ سيلز. البلاد سيلز 1% بس بيبان هنا هو على هيئه وايت بافي كوت، حته بيضه كده، شريط رقيق جدا ابيض، ده الشريط اللي هو ده اهو، ده عباره عن البلاد بليتلز اللي هي الصفائح الدمويه والوايت بلاد سيلز. طب الاغلبيه هنا بالملايين بقى، عدد الار بي سيز بيبقى ملايين، 44% من الانبوبه دي هتلاقي الايه؟ الريد بلاد سيلز، لان عددهم بيوصل لخمسة مليون بير كيوبيك مليمتر، عددهم رهيب. لكن اقل منهم النيوتروفيل، دي بتبقى 4000. البليتلتس دي حجمها صغنن جدا، ودي بتبقى ايه؟ من 300 ألف ل 400 ألف، او من 150 ألف لحد 400 ألف، وعددهم صغير جدا. يبقى دي مكونات الدم الطبيعي. طب افرض انت خدت العينة وسبتها شوية وبصيت لقيت ايه بقى؟ ده النورمال اهو، ان انت تلاقي الاغلبيه هنا 55% بلازما، 45% بلاد سيلز. طب شوف هنا بقى الار بي سيز بقت عامله ازاي، والدم بقى كله ميه، اللي انا ما قلت لك ماشي خروش كده ويخبط في جدار البلاد فيسلز، الميه هنا كتير جدا والار بي سيز ايه؟ قليله، او البلازما هنا كتير والار بي سيز قليله، يبقى دي انيميا. انيميا يعني فيها فقر دم، فقير يعني بور، يعني ما فيش عنده كتير، فهنا فقر الدم او الانيميا. طب الار بي سيز هنا، شوف البلاد سيلز هنا كتيره خلاص والبلازما قليله، دي برضو تعمل مشاكل، دي تعمل تجلطات بقى، دي وحشه، دي اسمها بولي سايسيميا. يبقى سبحان الله، هي النورمال ده هو اللي حلو، النورمال ريشيو اللي هي 55% بلازما و45 بلاد سيلز، دي طبيعيه. لو قلت النسبه، قلت البلاد سيلز وزادت البلازما، دي انيميا ودي فقر دم، وتتعمل مشاكل صحيه كبيره. طب لو زادت، لا مش حلو برضو، الار بي سيز هتتكركب على بعضها وتبقى مزنوقه في الاوعيه الدمويه وتعمل تجلطات، والانسان برضو هيمرض ويعاني. زياده عدد الار بي سيز بنسميه بولي سايسيميا. يبقى دي بس ايه؟ يعني لما ناخد عينه نبص عليها كده ونشوف ايه النسب بعيننا المجرده. بعد كده بناخد منها عينه ونفردها على شريحة زجاجية اللي انتوا هتاخدوها في العملي، اللي اسمها بلود فيلم، ونبتدي بقى ايه؟ نفحص الدم. خلاص هنا شايفين شوية ار بي سيز ايه؟ قليلين جدا، قاعدين يجروا معاهم في الاوعية الدموية، يبقى دي ايه؟ انيميا. خلاص. طيب يبقى احنا ايه اول تحليل هنطلبه من العيانة ديت؟ ان احنا نقول لها ايه؟ اعمل لنا كومبليت بلود كاونت. عيانة عندها لوب وعمل لها نزيف ولونها ابيض وتعبانة جدا، اول حاجة هتطلبها منها ان انت تقول لها عاوزين ايه؟ كومبليت بلاد كاونت، اللي هو اختصاره سي بي سي. سي بي سي مش تعويذة، لا، سي بي سي دي معناها كومبليت بلاد كاونت. تقول لها روحي اعملي لي، تكتب لها على الورقة سي بي سي. تسألك ايه السي بي سي ده؟ تقول لها ده كومبليت بلاد كاونت. طيب لما انت بعته بقى وهيتفرد ونعمل منه بلاد فيلم ونسبغه بالليشمانستين، هيبتدي بايه؟ المعمل يطلع لك ايه؟ نتيجه. اول حاجه هنا الهيموجلوبين بتاعها، تركيز الهيموجلوبين بتاعها كان 7.1 جرام. طب هو النورمال كام؟ النورمال ممكن يوصل من 12 ل 15. خلاص. والهيموجلوبين ده في الفيميل بيبقى اقل شويه نتيجه الايه؟ المنسترول سايكل. في الميل ممكن يوصل ل 16 نتيجه ان بيبقى عندهم التستوستيرون هرمون، وده ايه؟ او الاندروجين ده بيعمل استيميليشن للبون مارو ويطلع ار بي سيز كتير، فالرجاله اقوى طبعا. عشان كده ايه قالوا للرجاله ايه؟ رفقا بالقوارير، عندها دوره شهريه وبتنزف وفالرحمه يعني ايه على ايه؟ القوارير الستات يعني. طيب يبقى هنا ايه؟ 7 دي قليله جدا، يبقى هي عندها ايه؟ انيميا. طيب تيجي تشوف بقى عدد الار بي سيز، تحليل الدم بقى يطلع لك عدد الار بي سيز هنا 3 مليون و300 بير كيوبيك مليمتر.
طبعا ده يعتبر فقر دم لان قلت عدد الار بي سيز. طب النورمال بتاعها كام؟ بيبقى من 4.5 ل 5.5 في الفيميل، ومن من 5 ل 5.5 في الميل، فتعتبر هنا ايه؟ انيميا. انيميا يعني نقص عدد كرات الدم الحمراء. طيب بعد كده بقى الهيماتوكريت. الهيماتوكريت ده النسبة المئوية لخلايا الدم الحمراء في الحجم الكلي للدم. الهيماتوكريت هنا طلع كام؟ 27.8%. طبعا ده قليل جدا لأن النورمال من 36 ل 45%. طيب بعد كده المعمل عمل ايه؟ المين كورباسكولار فوليوم، بيشوف الحجم بتاع كرات الدم. فطبعا هنا بصوا الحجم بتاعها طلع 66.4، هو النورمال من 80 ل 100، فهنا حجم كرات الدم صغيرة، فبيسموها ايه؟ مايكرو سيتك انيميا. مايكرو سيتك يعني حجم الايه؟ الار بي سيز صغر خالص. طيب لو حجمها كبير هتبقى اسمها ماكرو سيتك انيميا. لا الكبيره حلوه ولا الصغيره حلوه، هي الوسط هي اللي حلوه، الوسط اللي هي حلوه اللي هي من 6 ل 9 مايكرو. لو قلت عن الستة مايكرون هنسميها مايكرو سيتك انيميا، لو زادت عن 9 مايكرون هنسميها ايه؟ ماكرو سيتك انيميا. طيب نيجي بعد كده المعمل عمل ايه بقى؟ المين كورباسكولار هيموجلوبين. المين كورباسكولار هيموجلوبين، يبقى الاختصارات دي والتعويذات دي مش تعويذات ولا حاجه، هي اختصارات لتحاليل في الدم، كل حاجه بتبين حاجه. هنا المين كورباسكولار هيموجلوبين ده بيشوف نسبه الهيموجلوبين وطلعت كام عند العيانه دي؟ 21، لكن النورمال هنا ايه؟ 27، فطبعا هي عندها ايه نقص في الايه؟ في الهيموجلوبين. طيب في تحليل تاني بيتعمل اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، تركيز الهيموجلوبين. هنا طلع 31، قليل يعني، وهو النورمال من 32 ل 36. فلما الهيموجلوبين بيقل بنسميها ايه؟ هايبوكروميك انيميا. طب لو زاد عن 36 هنسميه هايبر كروميك انيميا. يبقى الانيميا بتتحدد بحجم الار بي سيز، يعني ممكن نقول ايه؟ مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، يعني حجمها صغير وكمان بهتانه خالص ما فيش فيها ايه؟ هيموجلوبين. في نوع تاني من الانيميا بيبقى اسمه ايه؟ هايبر كروميك ماكروسيتك، كبيره وفيها ايه؟ هيموجلوبين، بس ده برده بيعمل ايه؟ مشكله، لان لو حجم الار بي سيز كبر طبعا مش هيعرف يعدي في الكابيلاري وهتبقى ايه؟ مشكله جامده جدا. طيب بعد كده بقى الار دي دبليو دي، دي معناها الريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث، اللي هو العرض بتاع الايه؟ الار بي سيز. طبعا هنا ايه زي ما انتم شايفين اللي هو الار دي دبليو اللي هو الريد بلاد سيلز ديستريبيوشن ويدث بقى ايه؟ 17%، 17%، لكن النورمال من 11 ل 14. هنا بقى من 17 اهو، لكن هنا النورمال كام معايا؟ من 11 لايه ل 14، فطبعا هنا ايه؟ قليل جدا. نيجي نشوف في الصوره دي، ادا النورمال ار بي سيز، ادا النورمال ار بي سيز بيبقى ايه؟ حجمها وسط زي ما احنا قلنا، لو صغرت قوي، لو صغرت قوي هيبقى ايه اسمها؟ ايه؟ مايكروسيتك اهي. لو صغرت قوي يبقى اسمها مايكروسيتك، لو كبرت هيبقى اسمها ماكرو ايه؟ سيتك. هنا حجمهم صغنن قوي، صغنطتين اهو، نمانيم اهو، يبقى دول مايكروسيتك. لو كبرت قوي ماكروسيتك، ديت مش مش هتعرف تعدي من الكابيلاري الضيقه وهتتحشر فيها وتعمل ايه؟ تفرقع بقى وتعمل هيموليسيس، تحلل بقى. طيب رجعوا بقى شافوا البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه، لقوها ايه؟ 305,000، دي كويسه ما فيش فيها مشاكل خلاص، لان النورمال عندنا من 150 ل 450. طيب الوايت بلاد سيلز لقوهم ايه؟ 5,400، دي ماشيه ايه؟ مع النورمال، لان احنا عندنا النورمال من 4,500 لحد 11,000. يعني هي المشكله بتاعتها فين؟ انيميا. يعني ايه انيميا؟ يعني نقص في عدد كرات الدم الحمراء وجميع البارامتر بقى اللي بتقيس الايه؟ الهيموجلوبين والايه والحجم والايه والسايز بتاعه الايه؟ الار بي سيز.
طيب خد بالك بقى هنا التحاليل اللي بتطلب في حالات الانيميا، ان انت بتعمل سي بي سي كومبليت بلاد بريكشر، وبتطلب منه برضو ايه تحليل تاني استول، اعمل تحليل ايه يورين وستول عشان تشوف برضو هل في فقد في الار بي سيز ولا لا. فهنا بص لما عملت الاستول اهي، لما عملت الاستول كانت ايه نيجاتيف، نيجاتيف فور اوكالت بلاد، يعني ما عندهاش نزيف. وهنا عايز الدكتور يستبعد ان ما عندهاش نزيف من الجهاز الهضمي من الجاسترو انتستينال، لان لو في نزيف من المعده او قرحه في المعده او قرحه في الاثنى عشر او في مشاكل قرح في القولون هتعمل نزيف مع ايه الاستول، لكن هي ما عندهاش ايه نزيف. قال لك هنا ايه نو او نيجاتيف فور بلاد في الايه في الاستول. اذا هي الفقد كان منين؟ من الفاجينا، هي عندها فاجينال بليدنج، نزيف من الايه اليوترس وبيخرج من الفاجينا طبعا نتيجه وجود الايه اللولب ده اللي هي الايه الانترايترين ديفايس. احنا عشان نراجع مع بعض الانيميا انت تبقى عارف بس دي هتسهل عليك. في عندنا تكوين البلد ده بيبقى في المصنع بتاعنا اللي هو اسمه ايه البون، مهمة جدا دي عشان ايه تعرف انواع الانيميا طول العمر، احنا تعلمناها من اساتذتنا وانا هقولها لكم برضو، كانت بتسهل عليا وانا طالبة لان كنت بتلخبط في انواع الانيميا. فهو في استاذ قال لنا ان البون مارو هو المصنع اللي بتتكون فيه خلايا الدم الايه الحمراء. المصنع ده علشان يكون خلايا الدم الحمراء عاوز له مواد خام، المواد خام دي زي الاير، زي البروتين، زي المينرالز، زي الهرمونز، زي ايه الهرمون الاريثروبيوتين هرمون، خلاص ده بيطلع من الكلى وده بيساعد على استيميليشن للبون مارو ان هو يكون الار بي سيز. برضو التستوستيرون هرمون بيعمل استيميليشن للبون مارو ان هو يصنع الايه الار بي سيز. وعندنا الجلوكوكورتيكويد برضو بيعمل استيميليشن للبون مارو ان هي تصنع الايه الار بي سيز والبلاد سيلز. والثايروكسين هرمون برضو بيساعد البون مارو ان هو ايه يصنع الايه بلاد سيلز. والفيتامينز والاكل المتوازن طبعا اللي فيه بروتين وفيتامينز، كل دي مواد خام ايه بتساعد في عمليه تكوين الايه الريد بلاد سيلز اللي هم ايه الدايت المتوازنه فيها فيتامينات بروتين اير كبر الهرمونات زي الثيروكسين هرمون الجلوكوكورتيكويد الاندروجين كل دول والريثروبيوتين طبعا اهمهم، كل دول بيساعدوا مواد خام بتخش تستيميليت البون مارو ان هو ايه يصنع الايه الار بي سيز. البون مارو ها في مكان بقى هو اللي ايه ده بيعمل له استيميليشن ياخد ايه يصنع اللي هما مين بقى الستيم سيلز، بيبقى موجود جواه ستيم سيلز هي اللي بتعمل الكولوني فورمنج يونت وتكون لنا ايه تعمل الاريثرو ايه بويسز. يبقى البون مارو ده في مكان هو اللي ايه بيطلع منه الار بي سيز زي الستيم سيلز والكولوني فورمنج يونت هما اللي بيكونوا الار بي سيز. خلاص بعد كده بقى المصنع ده بيكون الار بي سيز ويطلعها ايه بره من خلال بلاد كابيلاري تروح للسيركوليشن. طيب لو حصل بقى ان في ديفيشنسي في الاكل او في مشاكل في الهرمون ها خلاص، بالذات ايه اللي ناقص في الاكل الايرن هسميه ايرن ديفيشنسي انيميا، هسميه ايه ايرن ديفيشنسي انيميا. يعني لو واحد بيفقد دم وما بياكلش اكل فيه فيتامينات ولا بروتين ولا ايرن هيحصل له ايرن ديفيشنسي انيميا. طب واحد برضو الفيتامين بي 12 مهمه جدا عشان تصنيع الايه الار بي سيز، بي 12 واحد ما بياكلش اكل فيه بي 12 هيعمل له ايه بي 12 ديفيشنسي انيميا او بيسموها الانيميا الخبيثه برينيشيوس انيميا، برينيشيوس انيميا انيميا خبيثه. يبقى لو انا ما اكلتش كويس بروتين واير هيحصل لي ايرن ديفيشنسي انيميا، لو انا ما اكلتش اكل زي يحتوي على البي 12 زي اللحوم والفول السوداني وحاجات كتيره فيها البي 12 هيحصل لي ايه ايرن برينيشيوس انيميا نتيجه نقص البي 12.
طيب افرض في ايه واحد اتعرض لراديشن اشعة، يعني الاشعة دي حطمت الستيم سيلز اللي في البون مارو، يبقى هتعمل ايه؟ ابلاستيك انيميا. يبقى الخلل هنا فين؟ الخلل هنا فين؟ في البون مارو ذات نفسه. يبقى لو الخلل قبل البون مارو هيعمل لنا ايرن ديفيشنسي انيميا وبرنيشيس انيميا. طب افرض في مرض كسر الستيم سيلز اللي موجوده في البون مارو، زي الايه، التعرض للاشعاع الجامد، او ناس عندهم اوتو اميون ديزيز وكسرت البون مارو، او ناس بتاخد دواء كسر الستيم سيلز في البون مارو، يدينا ايه؟ ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا يبقى في حاجه ضربت البون مارو فايه كسرت كل الستيم سيلز اللي فيها، هتديني ايه؟ ابلاستيك ايه انيميا. مفيش ستيم سيلز في البون مارو، هيطلع ازاي؟ يبقى المشكله هنا في المصنع ذات نفسه. طيب افرض انا كلت كل حاجه، وكلت ايرن، وكلت بروتين، ومزبطه على الاخر، وفاكهه، ومزبطه نفسي، والهرمونات عندي 100 100، والستيم سيلز 100 100، والبون مارو جميل جدا، ومطلع ار بي سيز حلوه، ها؟ لكن في سورس اوف بليدنج، زي الايه، حاله الايه، السيده اللي معانا دي، يعني كل حاجه تمام مثلا، وبيحصل فيه فقد ايه للدم عن طريق الايه النزيف، او واحد اتصاب في حادثه وايه وبدات ايه الحادثه ديت بدات تعمل له نزيف، فهتبقى دي اسمها ايه؟ هيموراجيك انيميا. هيموراجيك انيميا، هيموراج، بدا يحصل له هيموراج، يعني هنا ايه الاكل كويس والبون مارو كويس، لكن هنا ايه بدا يحصل ايه، والبلد طلع كويس، ولكن ايه في شريان اتقطع، في وريد اتقطع وبدا ينزف، فبسميها هيموراجيك انيميا. طيب افرض البون مارو ده زي ما طلع كويس واتفقد في الهيموراجيك انيميا، كان مطلع ايه المصنع؟ ممكن يطلع حاجات فيها عيوب، زي الايه، السيكل سيل انيميا، يطلع ايه ار بي سيز غريبه كده، شبه الهلال كده، او شبه الايه المنجل بتاع الفلاحين اللي بيقصوا بيه الايه الذره والعيدان دي، فبيسموها سلاسيميا او السيكل سيل انيميا. بصوا كده اهي شبه الهلال، هي المفروض باي كونكيف ديسك، يعني المفروض هي شبه المشمشايه كده ومضغوطه من جوه، لكن لو هي ايه هلاليه كده، شوفوا شكلها غريب، فبتيجي تتحشر في الاوعيه الدمويه ويحصل لها ايه هيموليسيس، فهنا بنسميها هيموليتيك انيميا. يبقى احنا كده حفظنا انواع الانيميا، يا اما ايرن ديفيشنسي انيميا، يا اما بي 12 ديفيشنسي انيميا، او البرنيشيس انيميا، او الابلاستيك انيميا نتيجه ديزيز اثر على البون مارو، او هيموراجيك انيميا الار بي سيز حلوه بس حصل لها هيموريج فقد، يا اما هيموليتيك انيميا الهيموليسيس بيبقى فيه عيب في التصنيع، يا اما شكلها غريب زي السيكل سيل انيميا، يا اما فيها انزيمات ناقصه زي الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، انزيم بيبقى ناقص اللي بيعمل انيميا الفول، كل ما واحد ياكل فول يقوم الار بي سيز تتكسر، خلاص ما ياكلش فول بقى، يبقى بنزوات كده، وياكل ايه لانشون وجبنه رومي يبقى حلو، لكن لو كل فول أكلة الغلابة يكسر، لأن إيه ما عندوش إنزيم يهضم الفول اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. يبقى يا إما التصنيع بايظ في إنزيمات ناقصة زي الجلوكوز 6 فوسفيت، يا إما شكلها غريب زي سيكل إيه سيل أنيميا. أعتقد كده غطينا الأنيميا وحاولنا نربطها ببعضها ونقول إيه أنواع الأنيميا. انت عندك 15 سؤال الاجابات بتاعتهم، احنا قلنا ده تيم بيزد ليرنينج، يبقى مع زمايلك هتبتدوا تفتحوا المحاضرات وتطلعوا الاجابات، وهتيجي تقعد مع الدكتور كتيم، هيسال كل واحد سؤال، ده اسم تاني بقى اللي هو التاسك بيزد ليرنينج، هيسال كل واحد فيكم يقرا سؤال ويجاوبه، او يقرا جزء من الحاله واللي بعده يقرا جزء، فكلكم بتشاركم في قرايه الحاله، وكلكم بتشاركم في حل الاسئله، والتعاون ده في حد ذاته ده المطلوب، لان دي اسمها تيم بيزد ليرنينج او تاسك بيزد ليرنينج، ودي عمليه تعليميه، يعني ما نتخضش ولا هي امتحان شفوي ولا هي حاجه، ونبقى جايين بس مبسوطين، هنقعد من قعد الدكتور نستفاد من خبرات الدكتور، ونستفاد من خبرات زمايلنا، ونتعلم من زمايلنا، ونتعلم مع الدكتور، لان الدكتور ده اللي احنا قاعدين معاه بيبقى عضو هيئة التدريس، درس كل ده وهو مربط المعلومات كلها، وممكن فتح عيادة وبيشوف الحالات دي، فهيديكم من الخبرة بتاعته، فدي فرصة جميلة
ان انتوا تقعدوا مع الدكاترة بتوعكم، والنظام ده بالظبط زي نظام مانشستر اتعمل في البرنامج المطور علشان يبقى كلية الطب المنصورة ان فيها نظام واحد، ما يبقاش فيه طلب عاديين وطلبة مانشستر، هما الاتنين بيتعاملوا بالاي بي تيم بيزد ليرنينج. لكن مانشستر يعني اسمها مختلف، بروبلم بيزد ليرنينج، لكن هي نفس البروسس، ان هما بياخدوا حالة ويشوفوا الحالة ديت بتعاني من ايه، وايه اللي المفروض يدرسوه، وايه المفروض المحاضرات اللي يذاكروها، بحيث يقدروا بعد كده يتعلموا يفهموا الحالة ويشخصوها ويكتبوا لها العلاج. اتمنى كده تكونوا فهمتوا الحالة، وربنا يوفقكم جميعا. ولو في اي سؤال اكتبوا لي تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.